بعد استلام دفعة مبدئية من رواتبهم للمرة الأولى منذ فترة طويلة، موظفو حكومة حماس السابقة يأملون إنهاء أزمتهم المتفاقمة. تراجع جماعي للبورصات الخليجية في نهاية الأسبوع بفعل جني المستثمرين لأرباح على الأسهم القيادية. أرباح سامسونج من مبيعات الهواتف الذكية تتقلص بنحو 60% في الربع الثالث من العام الحالي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، جولة جديدة في السوق. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير. أهلا بحضراتكم إلى تفاصيل جولة السوق. للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، استلم موظفو حكومة حماس السابقة جزءا من مستحقاتهم المالية بقيمة 1200 دولار على أمل أن يتم إنهاء أزمة رواتب الموظفين المستمرة منذ فترة طويلة. تقرير مراسلتنا في غزة. تسلم الآلاف من موظفي حكومة حماس السابقة وللمرة الأولى منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية أول دفعة مالية بواقع 1200 دولار لكل موظف من أصل نحو 24,000 موظف مدني، فيما لم يتقاضى الموظفون العسكريون أي راتب حتى اللحظة. نتمنى من حكومة التوافق الوطني بقيادة الدكتور رامي الحمد الله أنه يعني يكثف موضوع الموظفين في غزة، ويعني يعطيهم جميع مستحقاتهم، لأنه احنا بنعمل في أرض الواقع وموجودين في عملنا ومداومين على هذا الأمر. كما نسميها حالة انفراج لهذا الموظف الغلبان البسيط الذي يطمح لأبسط حقوقه، يعني من وجود الراتب يعني ليستكمل حياته، والحياة صعبة. بدورها نقابة الموظفين في غزة أشادت بهذه الخطوة والمنحة التي قدمتها دولة قطر. خطوة إيجابية على طريق حل فعلا مشكلة الموظفين ودمجهم في سلم مالي وإداري موحد مع باقي موظفي الدولة، وإن شاء الله يكون الحلول بشكل عاجل. ويعني كما صرح أيضا وزير العمل أستاذ مأمون أبو شهلة أن دمج الموظفين في قطاع غزة سيتم خلال شهر، ننتظر تحقيق هذه الخطوة حتى فعلا يتم حل جذري لهذه المشكلة. فيما خبراء الاقتصاد أكدوا أن تلك المستحقات هي حق لكل موظف والتي تنعكس بالإيجاب على حياته المعيشية. هذه المبالغ خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن لا تحسن وضع الاقتصاد بشكل جماعي، هي تحسن على مستوى الفرد. ستحرك الأوضاع الشرائية في قطاع غزة لمدة أسبوع فقط، لأن معظم من تلقوا هذه المبالغ هم عليهم ديون سابقة خلال الأشهر الماضية. يشار إلى أن حكومة حماس لم تصرف رواتب موظفيها منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر حزيران، فيما كانت تصرف لهم سلفا مالية خلال العام الماضي. لعل حصول موظفي حكومة حماس السابقة على دفعة مالية من مستحقاتهم يشكل خطوة في طريق التخفيف من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها آلاف الأسر الفلسطينية منذ فترة طويلة في قطاع غزة. لبرنامج أسوق، سعاد عكيلة، الغد العربي، غزة، فلسطين. استضافت دبي فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي بحضور أكثر من 2500 مشارك و12 وزيرا وأربعة من محافظي البنوك المركزية، وناقش المنتدى واقع الاقتصاد والتمويل والصرافة الإسلامية. أهمية المنتدى تكمن في تسليط الضوء. قضايا مصيرية تتعلق بالحوكمة والصرافة الإسلامية طرحت بكل جرأة وشفافية في منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يعود هذه السنة من جديد إلى دبي تحت شعار شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد، بمشاركة وحضور رؤساء حكومات وصناع القرار وواضعي السياسات والخبراء الاقتصاديين والمعنيين وأكثر من 2500 مشارك. الاقتصاد الإسلامي له مقومات أساسية تعتمد على طبعا الاقتصاد الفعلي وليس على اقتصاد أو إعادة بيع الديون مثل ما نقول. ايضا الاهم في هذا هنا سوق الصكوك، الحمد لله كان سوق الصكوك هو الاساسي في عمليات التمويل الكبرى في المشاريع وفي ايضا تمويل الامور اللي تخص الاقتصاد بشكل عام، فهي مؤثره جدا. المنتدى يناقش عددا من المواضيع المتعلقه بالتمويل الاسلامي العام وافاق الصيرفه والتمويل الاسلامي والبناء
وأسواق رأس المال الإسلامي وهيكلة المنتجات المالية الإسلامية في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية عالمياً، منتجات أثبتت وجودها على أرض الواقع. كل المفاهيم كانت تقليدياً أنه الصيرفة الإسلامية هي مجرد إعادة إذا بدك تدوير للصناعة التقليدية، وهذا مفهوم خاطئ، لأنه هي صناعة قائمة بحد ذاتها، والدليل أنه هي يعني إذا بدنا ننظر لها بمفهومها الشامل اللي هو نظام اقتصادي وليس فقط مجرد خدمات مالية صيرفة، ساعتها نشأت مع نشوء الإسلام من 1400 سنة. تعالج المخاطرة بالصيرفة الإسلامية بطريقة واعية أكثر ما الطريقة اللي تعالج فيها بالصيرفة التقليدية، ونظرة المستثمر في المصارف الإسلامية كشريك لأصحاب المال بتعطي الفرصة للمصارف الإسلامية أن تكون دقيقة في عملية اختيار المشاريع وأن لا تخاطر في مشاريع ليس هناك مردود عليها. المنتدى يستشرف من خلال جلساته المتعددة التوقعات الاقتصادية العالمية نحو تطوير نموذج مالي للاقتصادات النامية والمشهد المالي العالمي والدور المحوري للتمويل الإسلامي في تمكين التجارة وتبسيط سلسلة التوريد الحلال، إضافة إلى دور التعليم والجامعات والتنشئة الاجتماعية والمحافظة على المواهب الشابة، إلى جانب التخطيط العمراني المستدام وإنشاء البنية التحتية الذكية والشاملة للمجتمعات. مع تراجع وميض البنوك التقليدية يأتي هذا المنتدى ليقوي ويعزز ويبين مبادئ الاقتصاد والصيرفة الإسلامية التي أصبحت محط أنظار الدول الغربية. عبد اللطيف بخوش، الغد العربي، دبي. نظم مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة السعودية المؤتمر الدولي للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط، والذي يعد من أضخم مؤتمرات الطاقة الشمسية وأكثرها شمولية في المنطقة. المؤتمر ناقش القضايا المهمة التي تؤثر على الصناعات الشمسية الإقليمية، كما استعرض أحدث المبتكرات والفرص في مجال الطاقة الكهربائية. خلال القمة العربية السنوية الرابعة للطاقة الشمسية التي استضافتها العاصمة السعودية، شدد المتحدثون على أهمية الدور الذي يجب أن تطلع به الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات المملكة. واستهدفت القمة تسهيل التواصل والتبادل التجاري بين منفذي المشاريع وكبار رجال الأعمال والشركات العالمية للصناعة والخدمات. الطاقة الشمسية إجبارية لا اختيارية لأي من كان. بلغت ذروة الأحمال عندنا في الشركة السعودية للكهرباء هذا العام 57 جيجاوات، ويتوقع أن تزيد إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2032، ولذا فثمة بواعث للقلق عند مؤسسات حكومية أخرى. وأقيم بالتوازي مع المؤتمر معرض لأحدث ما أنتجته الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية من أجهزة وتركيبات ومعدات. من المعلومات اللي أنا حابب استفيد منها إمكانية استفادة من وجود نظام الطاقة الشمسية بالمشاريع اللي أنا عم بشرف عليها، سواء كان استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء طاقة أو تسخين المياه المستخدمة بالمشاريع، أو استخدام الطاقة الشمسية بموضوع نظام التكييف لنوفر من وجود الطاقة الشمسية كثيرا. ومن بين الشركات المشاركة كومون لينك انترناشونال للطاقة التفاعلية، والتي تقول إنها قدمت منتجا مناسبا للاستخدام في السعودية. في مشاريع الطاقة الشمسية خصوصا المشاريع الكبيرة ثمة صعوبة كبيرة في تحديد المشكلات عند حدوثها، ولذلك جلبنا منتجات قوية ويمكن الاعتماد عليها، يسهل من خلالها تحديد المشكلة بمجرد حدوثها خاصة في البيئة الصحراوية بالسعودية. وتعتزم المملكة توليد ثلث احتياجاتها من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية بحلول عام 2032. فشل مؤشر أبو ظبي في إنهاء جلسة نهاية الأسبوع داخل المنطقة الخضراء بعد ارتفاعات متتالية دامت 7 جلسات، وهبط المؤشر نتيجة عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون على الأسهم القيادية بالسوق، كما أنهى سوق دبي جلسته بتراجع ملحوظ في ظل ضغوط قوية على أسهم قطاع العقارات بقيادة إعمار وأرابتك، إلى جانب الأداء السلبي لقطاع الاستثمار والاتصالات، كما أنهي المؤشر
السعودي على تراجع بالتزامن مع غياب سهم شركة اتحاد اتصالات موبايلي التي تعد من أكبر 10 شركات من حيث التأثير على حركة المؤشر العام. وكذلك تراجعت مؤشرات بورصة قطر متأثرة بعمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي في ختام تداولات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه وسط دعم شرائي للمؤسسات. وزاد المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 رابحا ما نسبته 1.8%، فيما صعد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بوتيره اقل رابحا ما نسبته 0.96%، فيما ربح المؤشر الاوسع نطاقا اي جي اكس 100 ما نسبته 1.4%. رغم عدم الاستقرار الاقتصادي وقضايا الفساد التي تشهدها البرازيل، أعاد البرازيليون انتخاب رئيستهم ديلما روسيف لتواصل مسيرة المكاسب الاجتماعية التي انتشلت نحو 40 مليون شخص من الفقر. وعقب انتخابها تعهدت روسيف بإجراء إصلاحات اقتصادية والالتزام بالانضباط المالي والسيطرة على التضخم. سوف أتخذ إجراءات عاجلة للتركيز على الاقتصاد من أجل العودة إلى موقعنا على طريق النمو والاستمرار في ضمان مستويات عالية من العمالة والحفاظ على ارتفاع في الرواتب. بهذه الكلمات استهلت رئيسة البرازيل ديلما روسيف فترة رئاستها الثانية عقب إعادة انتخابها هذا الأسبوع. وكانت موجة من التقلبات اجتاحت الأسواق البرازيلية في الأونة الأخيرة في انتظار تنفيذ روسيف وعودها بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة واستعادة الثقة في القطاع المالي وتحفيز النمو. لكن يبدو أن الأسواق لم تكن لديها ثقة في تصريحاتها، حيث انخفض المؤشر القياسي للبورصة بنسبة كبيرة عقب الإعلان عن فوزها في الانتخابات. وكان حزب العمال الذي تقوده روسيف ساعد في رفع نحو 40 مليون شخص من الفقر خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. لكن إعادة انتخابها لم يرك لكثير من المستثمرين الذين كان يحدهم الأمل في أن يأتي رئيس جديد أكثر تأييدا لهم. ما حدث للريال البرازيلي بعد الانتخابات يمثل انعدام ثقة القطاع المالي في قدرة روسيف على تحويل الاقتصاد. هذا دفع الدولار للارتفاع أمام الريال البرازيلي. ويلقى باللوم على السياسات الاقتصادية لروسيف في أنها دفعت البلاد نحو الركود. الشركات المملوكة للدولة مثل بتروبراس المنتجة للنفط وقعت في مرمى النيران المتبادلة، وانخفض سعر سهمها بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية للمساعدة في تخفيف التضخم. لكن الحكومة تتعهد بتنفيذ عودها الإصلاحية، وهناك تكهنات بأن يتم تغيير وزير المالية جيدو مانتيغا، مما سيساعد في رفع الروح المعنوية للمستثمرين. قالت شركة فيسبوك إن أرباحها الفصلية زادت بنسبة 90% وإن الإيرادات خلال الربع الثالث زادت بنسبة 59%. وأوضحت الشركة أنها حققت عائدات إجمالية تخطت 3 مليارات دولار، منها 806 ملايين دولار أرباحا صافية، وبلغ العائد على السهم 43 سنتا متفوقة على التوقعات التي كانت عند 40 سنتا للسهم. ويساهم 1,120,000,000 مستخدم لفيسبوك عبر تطبيقات الهواتف الذكية في 66% من عائدات الشركة الإعلانية. ونما عدد المستخدمين الإجمالي بنسبة 2.27% ليصل إلى 1,350,000,000 مستخدم نشط شهريا، وهو أقل من معدل النمو الذي حققته عند نسبة 3.12% في الربع الماضي. ولا زلنا متواصلين معكم في السوق. وفي السوق بعد فاصل قصير.
أباطرة الإعلام الجدد، صغار السن، أثرياء لا يبالون بأي محتوى يقدمونه على اليوتيوب، والمقياس عدد المشاهدات والتفاعل. أجدد وتحية لحضراتكم. برغم ظهور علامات مبشرة للاقتصاد الأمريكي عززت معنويات المستثمرين، إلا أن الأسهم الأوروبية انخفضت تأثرا بتراجع أسهم بنوك جنوب القارة. أما سوق العملات فشهدت محافظة الدولار على تقدمه أمام سلة من العملات الأخرى. تحولت الأسهم الأوروبية للهبوط مع استئناف البنوك في دول مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا لاتجاه نزولي الذي بدأته في الآونة الأخيرة، وتتراجع أسهم بنوك منطقة جنوب أوروبا غالبا منذ نشر نتائج اختبارات التحمل التي أجراها البنك المركزي الأوروبي مطلع الأسبوع. وأظهرت الاختبارات وجود فجوات في رأس مال بعض البنوك الإيطالية، فضلا عن المزيد من القوة